تعالوا مع بعض نعمل شوية شيش كباب أو كباب حلة يسمى شيش كباب لو موجود الأسياخ الخشبية. بصراحة دورنا عليها ما لقيناهاش. حلو كده، بنتكلم الصراحة أنا كاتبها في المقادير شيش كباب. هنعمله دلوقتي إيه؟ شيش كباب حلة الاتنين، إيه الفرق بين الاتنين؟ ده في الحلة وده على السيخ. أستاذ رحاب هيبقى عندنا كباب حلة زيه زي الشيش كباب. الفرق بين ده بيتسيخ وده بيتحط زي ما هو. بس امتى اسوي حته اللحمه وتطلع معايا مستويه وزي الفل؟ ده مهم جدا، لازم نعرف الموضوع ده. عشان حته اللحمه تستوي، نشوف المقادير ولا نشتغل يا شباب؟ حبيب هارتي يلا، هو ده شيش كباب او كباب حله. معانا لحم مكعبات، كندوز او ضاني حسب الرغبه. معانا في المقادير بصل وفلفل، توابلنا ملح وفلفل وحبهان وهريسه حلوه. نبدا نحط كباب الحله بتاعنا في قلب الحله. اه زي الفل، تمام. طب انا عايز حته اللحمه تستوي، اعمل ايه؟ زي ما هي كده من غير توابل ولا احط لها توابل، زي ما هي. اه عينيا. اه اللهم صل على النبي. هنحط عينيا اهو يا باشا، اهو يا غالي. الفلفل ده خلي بالك هيعمل عمايله في السبايس. هنسيب اللحم كده، بيسموه في بعض المطابخ لحم مجلجل. مجلجل يعني ايه؟ بتلاقيه محمص. لازم نستخدم هنا معلقه خشبيه للتحمير. بس مش هاجي جنبه غير ان انا احمره كده واسيبه. شايفين حته اللحمه؟ عطشان يا سمراني اسقيني محبه وتوابل. هنسيب اللحم في قلب النار ونحط شويه الورق اللورو والصين حبان وعود القرفه الحلو ده كده والمعلقه الخشب كده ونشتغل مع بعض. معانا بصل، معانا فلفل بالشكل ده كده، وده شيش ايه؟ كباب او كباب حله. السكينه بتاعتنا. حاضر. عينيا عينيا، فما ينفعش التقطيع على الشيب بيقطعها كله مع بعض. ننزل بالفليفله الملونه بتاعتنا نفس القصه. دايما الخضار بتاع الشيش كباب او كباب الحله بيبقى خضار حي، ميبقاش الخضار مستوي كله مع بعضه، لازم اماره الخضار تبان. اللهم صل على النبي. تشكيله فليفله بقى، يعني اذا مش موجود الاخضر مفيش مشكله. اه البصل نفس الطريقة. توابلك فين يا شيف؟ مش دلوقتي خالص. اه نفس القصة. اللهم صل على النبي. حلة فيها من خيرات أرضنا. فلفل أخضر. عايز سبايسي حط قطع سبايسي مفيش مشكلة. بس يا ريت تسأل ضيوفك. أنا عاملة النهاردة حلة من الشيش كباب حلة، حابينه سبايسي حط فلفل حار وده اختياري. كل ده مع بعضه يا عم الشيف، كل ده مع بعضه، وهغطي الحلة بتاعتي. اللهم صل على النبي. لازم نغطي الحلة. اه من غير أي إضافات. أنا هبقى إيه الموضوع هنا بقى؟ أنا عايز يحصل تعارف ونسيج ما بين اللحمة اللي بتتحمر تحت مع كمية الخضار. أنا مجرد بغطي الحلة مية الخضار دي هتنزل نتيجة التبخير تنزل على اللحم، تقوم اللحمة تاخد طعم الفليفلة طعم البصل. هي دي المدرسة. نقفلها اه من غير توابل خالص. وأنا بعمل النهاردة كباب الحلة أو الشيش كباب بعمله بالباربيكيو صوص. اه الله، هو ده. شفت الحلة بتاعتنا؟
نبص عليها كده مخرجنا ونقلب. يا اخبار البتنجان، العب. عايز البتنجان يتحمر معاك بسرعه، مش عايزاه يشرب زيت تلدنيه. يعني ايه مصطلح التلدين بالنسبه لك يا عم الشيف؟ يعني يتحمر نص تحميره وبعدين تشيليه من الزيت وبعدين تسقطيه تاني. فكره التعامل مع البطاطس المقليه فرايد. يسيبه في قلب الزيت. نشوف مع بعض ايه الاخبار. يا حلاوه، بص على الحلاوه بالله عليك. شوف الحلاوه دي هنا كده، بص حته اللحمه واخده طعم الفلفله اهو. تاني عينيا اهو اهو اهو. لو العود القرفه هنا بقول لك ايه. لسه بقى خد الحته اللي جايه دي، العب بقى العب بقى. الباربيكيو صوص اهو، هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده اهو. دي التوابل بتاعتنا، حته اللحمه شربت كل حاجه من غير ميه. بس التكنيك العالي ده، انا انزل باللحمه الاول واسيبها تاخد الصدمه الناريه لغايه لما تاخد لون، بعدين اقطع الخضار زي ما شفنا مع بعض بالتساوي. حلو قوي. ونقلب التقليبه دي كمان، ونقفل الحله بتاعتنا ونودعها. ما تجيب لي المافن بتاع الفراوله ده وتجيب لي تفاصيل الفراوله وهي طالعه من من المافن مبسوطه. شفت اللمعه بتاعت الشيش؟ بص بص ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. هناكل الخضار، هناكل الخضار بطعمه، الفلفل بطعمه، البصل بطعمه، كل ده. ونغطيها على النار ونسيبها، ندعي ميه زي ما بيقولوا. شوف السوائل اللي ده، شوف شفت البهريزه كده شفت بقى حته لحمه زي الملبن، والفلفل بشخصيته اخضر او احمر او اصفر، والبصل من خير ارضنا بشخصيته، والحته اللحمه من عند الجزار اللي على ناصيه الشارع بشخصيتها. واسيبها. اللهم صل على النبي. نكسر ده كمان، تعال نغرف كباب الحلة بتاعنا. اللهم صل على النبي. نغرفه في الطبق الحلو ده كده. يا ويلي، هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز؟ اللهم صل على النبي. يلا بينا، يلا بينا. هاي انا عارف، اعرف اجيبك ازاي. هو ده يا ويلي يا ويلي يا ويلي. في شويه لحمه هنا مش عايزين ننزله. ده كلام، ده كلام يا راجل، ده كلام، ده كلام. شوف الحله، ارضيه الحله اهي اهي اهي. انا بقى عايز دول، عايز دول بقى. والله ما حطيت ندعه ميه. الف هنا وشفها. كباب حله بتكنيك عالي، تفاصيله بالشكل ده كده. عدل السفره بتاعتنا دي يا عم الشيف، شويه رز حلوين هنغرفهم كده بسرعه. واحنا بنغرف الرز عشان وقتنا خلص، بننهي الحلقه بتاعتنا بتفاصيلها بكل حاجه حلوه فيها. كان باختصار شديد انك تخش المطبخ بتشوف ايه اللي في الثلاجه عندك، تعملوا كل حاجة بحب بدون تكلفة، بدون ما تجهدي جوزك. وهات 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 خالص. شوية الرز بتوعنا. اللهم صل على النبي. الرز ده بالزعفران، رز أبيض، رز بشعرية حسب الرغبة، بس لازم يكون في شوية رز كده حلوين عشان كباب الحلة ده بيحتاج للرز الأبيض. زي الفل. عايز اقول لحضراتكم النهارده السفره بتاعتنا او المنيو بتاعنا فيه شويه بساطه، شويه سهوله، شويه مرونه، خبره طهويه باقل تكلفه. ممكن تعمل السفره اللي انت حباها، ولكن لازم ما نخرجش عن نطاق الحب. الحب الحب الحب. تخش المطبخ تعملي كل حاجه بحب. يعني رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.
We'll be right back.